مشاهدي نهارك سعيد، بنصبح عليكم ونبتدي معاكم يوم جديد. النهارده الثلاث 6 مارس، يا رب يكون يوم ايجابي، يا رب نسمع اخبار حلوه لكل المصريين. صباح الخير يا دينا، صباح الخير يا ساره، عاملين ايه؟ صباح الخير. صباح الخير يا ساره. ساره النهارده تعبانه شويه يا جماعه، زوروها هتلاقي صوتها بيطلع بصعوبه شويه، بس يعني الحمد لله رقه على السلامه. رقه يعني. طيب خلونا نبتدي مع حضراتكم على طول، وان احنا دايما في نهارك سعيد بيكون معانا فقره الصحافه، والنهارده منورنا في استوديو امل عويده صحفيه بجريده الاهرام، ومعانا اخبار ساخنه جدا، فخليكم معانا. هيكون صباح خير على كل الناس اللي شافتنا النهارده. هيكون معانا فقره الصحافه، هتكون مع دينا، لانه هنعرف كل الاخبار وكل المنشطات المهمه من فقره الصحافه. الحقيقه بعد الصحافه هيكون معانا كمان فقره بتخص المراه، وضيفتنا فيها هتكون استاذه فريال حسن مراد، وهي المحاميه بالنقد والمستشار القانوني لجمعيه امهات حاضنات. والحقيقه انه هنتكلم اكتر عن قوانين الاحوال الشخصيه الخاصه بالمراه، وانه ابتدت اصوات تطلع وتقول انه عايزين نلغي الخلع، وعايزين نلغي الحضانه، وعايزين نلغي قانون الرؤيه، وعايزين نلغي المراه بقى بالمره كلها، وخلاص مش لازم خالص مراه في يعني مش لازم. لا هي الفكره فعلا قوانين الاحوال الشخصيه والمطالب بتعديلها، الفكره بقى لنا كتير جدا الفتره اللي فاتت بنسمع عن الغاء قوانين سوزان مبارك. هي قوانين بس ما هياش قوانين سوزان مبارك، ان القوانين دي مفيده للمراه، وقانون الرؤيه على الجانبين سواء الرجل سواء الست، فده اللي احنا هنتكلم فيه النهارده. وغير كده كمان معانا الاستاذ سيد فؤاد رئيس مهرجان السينما الافريقيه بالاقصر، وعندنا موضوع عن مهرجان السينما الافريقيه بالاقصر. وغير كده كمان معانا فقره فنيه ثانيه هتكون مع المخرج بسام مرتضى، والفيلم اللي هنشوف منه اجزاء اكيد وهنتكلم معاه عليه هو فيلم الثوره خبر. هيكون معانا كمان فقره عن ذكرى الفنانه الراحله ليلى مراد، وضيفنا فيها ضيفتنا فيها هتكون الناقده الفنيه الاستاذه ياسمين فراج. نروح لفاصل ونرجع نبتدي اولى فقراتنا في الصحافه في نهارك سعيد، خليكم معانا.